الآن تفضل. شروق، إذا تسمعين الآن الصورة ربما واضحة بشكل كبير. قبل قليل وصلت آليات لرفع الكتل الكونكريتية، آليات ثقيلة من أجل رفع الكتل الكونكريتية، الآن باشرت برفع الحاجز الثاني بالكامل من أجل فتح الطريق أمام سيارات الإسعاف التي توافدت بكثرة الآن على جسر الجمهورية من أجل الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء، بالتزامن مع دخول عدد من هؤلاء المتظاهرين إلى داخل مبنى مجلس النواب العراقي. وبالتالي إذا ما نجحت هذه الآليات في فتح الطريق بشكل كامل ورفع الكتل الخرسانية بشكل كامل من جسر الجمهورية، وبالتالي سوف ينتقل كل هؤلاء المتظاهرين إلى داخل المنطقة الخضراء بعد أن تمكن عدد من أولئك المتظاهرين من الدخول إلى داخل المنطقة الخضراء وباحة مجلس النواب، وكذلك الآن دخول عدد منهم إلى داخل المبنى الرئيسي لمجلس النواب العراقي. بالتالي الآن هنالك نوع من الدعم للمتظاهرين قد وصل إليهم على مستوى سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، سيارات الآن تنقل لهم المياه وكذلك بعض الحاجيات للدعم اللوجستي، بالإضافة إلى آليات كبيرة من أجل رفع الكتل الكونكريتية التي لم يفلح المتظاهرون برفعها يدويا أو بالاعتماد على الجهد الشخصي. وبالتالي هنالك تصميم على ما يبدو من المتظاهرين الآن لفتح جسر الجمهورية بالكامل وفتح الطريق أمام العجلات لكي يكون هنالك زخم أكبر للمتظاهرين في داخل المنطقة الخضراء، نقل المتظاهرين أولا إلى الباحات القريبة وعلى تخوم المنطقة الخضراء وبعد ذلك الدخول إلى داخل المنطقة المحصنة كما حدث قبل 3 أيام. بالتالي هذا السيناريو على ما يبدو بأنه سيتكرر اليوم، وصول الآن أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والدعم اللوجستي بحسب ما يسميه المتظاهرون هنا من أجل إدامة زخم التظاهرات وكذلك دعم أولئك الذين يتواجدون هنا منذ أكثر من 3 ساعات. أعداد كبيرة، أكاد أن أحصي قرابة 9 سيارات إسعاف وصلت إلى هذا المكان، ولا تزال السيارات تأتي. أعداد السيارات بدأت بالتزايد بشكل كبير، سيارات الإسعاف من أجل نقل الجرحى وكذلك إسعاف المصابين، بالإضافة طبعا إلى تحرك أعداد كبيرة من المتظاهرين من ساحة التحرير الآن إلى وسط جسر الجمهورية وانتقالهم إلى تخوم المنطقة الخضراء، بالتزامن مع ورود الأخبار عن دخول المتظاهرين إلى داخل مبنى مجلس النواب العراقي. على ما يبدو شروق أن من تواجد هنا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم هم يصممون على المضي قدما بإجراءاتهم التصعيدية ضد العملية السياسية برمتها، يريدون أن يؤكدوا بأنهم جاهزون لكل الخيارات. الأعداد كبيرة بشكل يمكن أن نقول ازدادت 4 أضعاف عما كانت عليه في الساعات الأولى من صباح اليوم منذ أن بدأنا بهذه التغطية، ولا تزال تلك الأعداد تتوافر وتتوافد إلى المنطقة التي نتواجد بها الآن. الآن أيضا أشاهد عدد من قوات مكافحة الشغب العراقية تتواجد مع المتظاهرين، لا يوجد أي احتكاك. ربما الآن تشاهدون بالصورة كما ينقل لكم زميلي المصور مكافحة الشغب الذين يتواجدون الآن على جسر الجمهورية، لا يوجد أي احتكاك بينهم وبين المتظاهرين. يبدو أن الآن هنالك إجراءات مختلفة سوف تتخذ بعد طبعا محاولة المتظاهرين فتح الجسر بشكل كامل أمام حركة السير كما هو واضح الآن، وبالتالي قد يتم فتح جسر الجمهورية بشكل كامل أمام حركة العجلات ويكون انتقال المتظاهرين وكذلك سيارات الإسعاف بشكل أكثر سلاسة لهم على قرب المنطقة الخضراء ونقل وبالتالي نقل الحركة إلى تخوم المنطقة الخضراء. أحد عناصر الجيش تحدث معي الآن يقول نحن نتعاون مع المتظاهرين وطلب مني أن أنقل هذه الرسالة، ذكر بأن الجيش العراقي هو مع المتظاهرين لن يتعرض لهم وسيلتزم بتوصيات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. إذن هذه هي الأحداث الآن، تسارع كبير للأحداث بطبيعة الحال ومحاولة نقل المتظاهرين لزخمهم وكذلك لفعالياتهم إلى تخوم المنطقة الخضراء وإلى داخلها. شروع